مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة وتترافع أمام المحكمة الأربعاء المقبل. البيان الختامي لقمة الأفريقية يدين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ويندد بالعقاب الجماعي للمدنيين ومحاولات تهجيرهم قسرياً. والصحة الفلسطينية تعلن خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن الخدمة، والأونروا تقول إن المنظومة الإنسانية في القطاع على وشك الانهيار. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تواصل مصر دورها التاريخي والمحوري دعما ونصرة للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة والمستويات. وإلى جانب أدوارها السياسية والدبلوماسية، لا تتوانى مصر في العمل لإيصال وضمان تدفق المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأكد رشوان أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير الجاري. وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، بعد التحية، مصر تتقدم اليوم بمذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية، في هذا الإطار كيف ترى هذه الخطوة في إطار دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني طبعا مصر هتكون يعني ده بمثابة شهادة شهود، يعني على يعني تشبيه ليها، فدي على أساس أن الدول التي لديها معلومات ووثائق وضالعة بقوة في القضية الفلسطينية منذ نشأتها حتى الآن، وطبعا في المقدمة مصر شاركت في حرب 48 وقامت حروب عديدة، وبالتالي منذ 1967 وإسرائيل تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي عربية أخرى، فبالتالي مصر ستقدم يعني شهادة من واقع خبرة عملية عن أعمال إسرائيل خلال حوالي يعني قربنا ب 75 سنة وهي تحتل الأراضي الفلسطينية وترفض إقامة الدولة الفلسطينية. ليس هذا فقط، وإنما إسرائيل قامت بالعديد من المخالفات، مخالفات للقانون الدولي بإقامة مستوطنات دائمة لمدنيين في الأراضي المحتلة، وهذا يعني وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 2004 ده مخالف للقانون الدولي، ووفقا أيضا للرأي الاستشاري للمستشار القانوني للخارجية الأمريكية في 1980 ده مخالف للقانون الدولي، فبالتالي هذه مخالفة صريحة وواضحة، ومع ذلك إسرائيل ماضية في هذه العملية توسع في المستوطنات. أيضا بالنسبة لعملية الحصار الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، يعني من منذ زمن ليس الآن، ولكن منذ زمن ومستمر لخنق اقتصاد هذه الدولة اللي هي الدولة الفلسطينية اللي تم الاتفاق عليها مع الإسرائيليين في اتفاق أوسلو من 30 سنة. أيضا بالنسبة لعملية يعني فرض قيود على الحركة داخل قطاع غزة والضفة الغربية، فكل دي عمليات مخالفة للقانون الدولي. نعم، هذا فيما يتعلق ب المرافعة الشفهية التي ستدلي بها مصر، لكن فيما يتعلق بالمذكرة المصرية التي تقدمت بها مصر للمحكمة العدل الدولية تأكيدا لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، في رأيك هل ستساعد هذه المذكرة في الضغط على المجتمع الدولي لضغطه على الاحتلال لوقف العدوان على الفلسطينيين؟ بالتأكيد، يعني هو دور مصر، ولكن هو محتاج إلى الشريك الأساسي الإسرائيلي وهو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني النهارده هل اسرائيل تستطيع ان تتحدى الولايات المتحده الامريكيه عندما يعلن الرئيس بايدن ان الحل النهائي والدائم ومن اجل اسرائيل هو اقامه دوله فلسطينيه؟ راينا اليوم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بيعقد اجتماع للحكومه الاسرائيليه وبيرفض رفضا باتا وقاطعا لاقامه دوله فلسطينيه بما يدعي من طرف واحد. نعم، هو ليس من حق اسرائيل ان وحصل على الاجماع كمان من الحكومه الاسرائيليه. ما هو يعني ما هو ده لعبه، يعني هي ما هو معروف ان حكومه يمينيه ماذا سيكون موقفها. فهنا يعني ليس من حق اسرائيل ان توافق او تعترض. نعم، لان هناك قرار بتقسيم فلسطين الى دولتين، دوله اسرائيليه ودوله فلسطينيه. نفذ جزء والجزء الاخر لازم ينفذ. فهنا دور الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني توفر مظلة قوية لإسرائيل عسكرية واقتصادية وسياسية، يعني فده محتاج فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوب، فقط مطلوب منها تجاوب حتى تمتنع. يعني إذا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن بعد غد على القرار اللي قدمه الجزائر هتكون خطوة إيجابية للغاية، ولكن النائبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة هتلت وقالت لو قدم هذا المشروع بهذه الصيغة اللي هو بيطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. نعم، فهنا يعني لازم دور الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني أنها تشارك. ونحن بدورنا سننتظر جلسة مجلس الأمن بعد يومين لنرى الموقف الأمريكي النهائي فيما يتعلق بالمذكرة الجزائرية التي ستقدم. السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا.
تبدأ محكمة العدل الدولية غدا عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 75 عاما، حيث ستستمر المحكمة لمدة 6 أيام في الفترة ما بين 19 و26 من فبراير الجاري. أدانت القمة الأفريقية في ختام اجتماعاتها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ونددت القمة الأفريقية بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات تهجيرهم قسريا. ودعت القمة الأفريقية إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وبالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وطلبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها في غزة. اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال دا سيلفا خلال مشاركته في قمة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال إن ما يحدث في غزة ليس حربا وإنما إبادة، مضيفا أن ما يعاني منه الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. توقع دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء المقبل على مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وهي خطوة لوحت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم ضدها حق النقض الفيتو. وطرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين، لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سارعت إلى القول إن النص قد يفشل المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب. وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الاعتراف أحادي جانب بدولة فلسطينية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية وافقت بغالبية الأصوات على القرار الذي طرحه نتنياهو، والذي يقضي برفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وكذلك مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية. في سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية بأن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت الوزارة أن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية وتعميق وتوسيع الاستيطان وفصلها تماما عن قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا غدا الاثنين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين في غزة دون تحديد موعد جديد له. وطالب أهالي المحتجزين باجتماع مع حكومة الحرب بعد تجميد مفاوضات القاهرة. يوما تلو الآخر يزداد الغضب في إسرائيل تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ففي أحدث تطور في الشارع تظاهر الآلاف في تل أبيب للمطالبة برحيل الحكومة. الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين أمام منزل نتنياهو في قيسارية خلال تظاهرة للمطالبة بإسقاط حكومته وعقد صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس. المظاهرات الجديدة جاءت في أعقاب مؤتمر صحفي لنتنياهو أكد فيه مواصلة الحرب وإجراء عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين، كما قلل من شأن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس. نتنياهو شدد على أن إسرائيل لن تخضع للضغوط الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب ليكود الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة، أكد نتنياهو أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هو الانتخابات. هذا وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أشعل فتيل حرب مدمرة في غزة أودت بحياة نحو 30,000 فلسطيني ودمرت معظم البنية التحتية في القطاع. وسائل إعلام محلية ذكرت أن المتظاهرين الذين بلغ عددهم 4,000 كانوا أقل بكثير من المشاركين في الاحتجاجات الحاشدة التي جرت العام الماضي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعرض ائتلافه لانتقادات متزايدة من خصومه السياسيين بسبب طريقة إدارته للحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، حيث طالب المتظاهرون في شوارع تل أبيب بإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بنتنياهو. غزة اتدمرت، ما بقاليش حاجة. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة. وأضافت الوزارة أن هناك 4 فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن خروج المستشفى عن الخدمة يعد حكما بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح، وذلك لأن مجمع ناصر يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة. من دار للشفاء إلى ثكنة عسكرية، صار هذا هو الوصف الدقيق لما آلت إليه أوضاع مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بقطاع غزة الذي خرج عن الخدمة بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر منشأة طبية، واضطر آلاف المرضى الفلسطينيين لمغادرة المستشفى تحت تهديد سلاح جنود الاحتلال، وبلغت المأساة ذروتها بحرمان المرضى من البقاء في المجمع الطبي وإجبارهم على إخلاء المكان لممارسة إجراءات التفتيش ومزاعم البحث عن نشطاء لحركة حماس والبحث عن أدلة حول رفات المحتجزين الإسرائيليين. وظلت المنشأة تعاني من نقص الغذاء والماء والإمدادات الطبية تحت النيران الكثيفة والحصار العسكري. ومن ينجو من حصار مجمع ناصر يستقبله رصاص القناصة الإسرائيليين الذي يستهدف النازحين عبر النوافذ وفي الشوارع، فيسقط المئات بين شهيد وجريح، حيث إطلاق النار والقصف يأتي من جميع الاتجاهات وحتى حول مجمع ناصر ليحترق المستشفى ومدرسة الأمم المتحدة ويخرج الأهالي ليلا فرارا من الموت، بينما دبابات الاحتلال تطاردهم مع أطفالهم وتتحرك فوق جثث الشهداء في الشوارع وتسحق أجسادهم. وصدمة أخرى تظهر مع مظاهر الحياة داخل مخيمات اللاجئين في مدينة رفح الفلسطينية بعد أن تحولت إلى سجن كبير لا تحبس فيه الحرية والكرامة فحسب، وإنما تغمرها مياه الصرف الصحي بدلا من الصالحة للشرب، وتنقطع الكهرباء ويختفي الغذاء تدريجيا إلى درجة المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 20 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية. وأضاف جيش الاحتلال أنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل قطاع غزة إلى مستشفيات إسرائيلية منذ بداية الحرب.
أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع السماقة بمزارع شبع المحتلة للمرة الثانية. كما استهدف الحزب موقع رويسات العلم في مزارع شبع أيضا بصاروخ، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. خلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين، مدبولي يؤكد العمل على توفر السلع في الأسواق وضبط الأسعار. ناشد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان طرفي الصراع في السودان بإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص. وأشار البابا فرانسيس في كلمته الأسبوعية إلى الصراعات في موزمبيق وأوكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، موضحا أن شعوب هذه البلاد سائم من الحرب التي تكون دائما عديمة الفائدة وغير حاسمة، ولن تجلب سوى الموت والدمار، ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة. دعا نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى الإدانة المشتركة للتوسع الإقليمي لدولة إثيوبيا، والتي تسعى إلى ما وصفه بنهب أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. وخلال كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي 37، قال جامع إن الحكومة الصومالية حققت نجاحا كبيرا في المجال الأمني وتحرير العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية لن تقبل المساس بوحدة واستقلال أراضيها برا وجوا وبحرا. ذكر المتحدث باسم الجيش الأوكراني ديمترو ليخوفي أن الوضع استقر إلى حد ما على جبهة أفديفكا بشرق أوكرانيا بعد انسحاب قوات كييف أمس السبت، قائلا إن الجيش تكبد خسائر أثناء الانسحاب. ومن جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحدات العسكرية التي سيطرت على المدينة الأوكرانية الواقعة في منطقة دونيسك. ضربة جديدة تتلقاها أوكرانيا في خضم العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ 24 من فبراير من عام 2022، مما يعزز الموقف الروسي على الأرض بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني. فبعد أيام من المعارك الضارية في مدينة أفيديفكا في شرق أوكرانيا، أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة عقب إعلان كييف انسحاب قوتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر. القرار يعد أول قرار رئيسي يتخذه القائد الأعلى الجديد للجيوش الأوكرانية ألكسندر سيريسكي بعد تعيينه في هذا المنصب في 8 فبراير، مبررا هذا بالرغبة في الحفاظ على حياة جنوده والتحول إلى الدفاع على خطوط أكثر ملائمة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن وصف القرار بالعادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، فيما ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن نتيجة الانسحاب الأوكراني الأخير بعدم قدرة الكونغرس على تمرير المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. في المقابل هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بالانتصار المهم المتمثل في السيطرة على مدينة أفيديفكا. الانتصار الجديد صعب من مهام الجيش الأوكراني في استهداف المواقع الروسية في دونيتسك في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا صعوبات في استمرار الدعم العسكري الغربي.
أعلن حلف شمال الأطلنطية الناتو نجاحه في تحقيق المستهدف من برنامج رفع الإنفاق الدفاعي لدول الحلف والبالغ عددها 31 دولة. جاء ذلك في ختام اجتماعات وزراء دفاع الناتو التي بدأت في 15 من الشهر الجاري في بروكسل. استباقا لقمة قادة دول حلف شمال الأطلنطية الناتو المزمع عقدها في يوليو القادم في واشنطن، أعلن الناتو نجاحه في تحقيق المستهدف من برنامج رفع الإنفاق الدفاعي لدول الحلف البالغ عددها 31 دولة. الحلف أكد أن 18 دولة من أعضائه قد رفعت مستوى إنفاقها الدفاعي إلى نسبة 2% خلال عام 2024، وذلك في إطار خطط تعزيز موازنة الحلف، وأضاف أن 13 دولة لا يزال إنفاقها الدفاعي أقل بقليل عن تلك النسبة لكنها في طريقها إلى استيفائها. وفي ختام اجتماعات وزراء دفاع الناتو التي بدأت في 15 من الشهر الجاري في بروكسل، أشارت الأمانة العامة للناتو إلى أن تلك هي الزيادة السادسة في موازنات الإنفاق الدفاعي لدول الحلف، وذلك منذ عام 2014. وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية دوراً رائداً في قيادة حلف شمال الأطلنطي الذي تعد دوله صاحبة 50% من حجم القوى الاقتصادية العالمية، وتستحوذ كذلك على نسبة 50% من حجم القوى العسكرية العالمية. أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ أكد أن الحلف لا يزال يتمتع بمصداقية عالية في كافة استطلاعات الرأي العام المنصفة في أوروبا والولايات المتحدة، ودوره أساسي في صد ما وصفه بطموحات الهيمنة الروسية في أوروبا. وبالتوازي مع اجتماعات وزراء دفاع الناتو، بدأت قوات الحلف تدريبا قتاليا بعنوان القفزة الرائعة 24 على الأراضي البريطانية. وكان الحلف قد نفذ تدريبا قتاليا باسم المدافع الصامد، وذلك في عام 2023 بتشكيلات قوامها 90,000 مقاتل من قوات التدخل السريع الأوروبية للدفاع عن مناطق وسط وشمال أوروبا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة العمل على توفر السلع في الأسواق وضبط الأسعار. وخلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين، أوضح مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية والمصنعين على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار. كما يتم التوسع حاليا في إقامة معارض أهلا رمضان وكذا منافذ مبادرة كلنا واحد بهدف التأكد من توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجها بتشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة برئاسة المحافظ لمتابعة توفر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها، على أن تقدم تقريرا أسبوعيا يعرض على رئيس الوزراء. في سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وعلي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام ولبن البودرة وغير ذلك من السلع. من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان وفقا لطلبات وزير التموين. يستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فعالية في المرحلة المقبلة لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. كما يبحث مجلس أمناء الحوار الوطني باقي جلسات الموضوعات المختلفة من أجل التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية. We'll be right back.
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973 تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران. وتضمنت الوثائق التي كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع كيفية تصفية الثغرة بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية وكذلك بعض مذكرات قادة حرب أكتوبر. وأوضح الموقع أن التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973 يرقى إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد فكر الاستخدام للقوات المسلحة وقرار القائد العام وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة. تعد مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان إحدى منارات الثقافة المصرية، وتضم المكتبة عددا من قاعات الاطلاع المخصصة للكبار والأطفال، وتتميز بتنوع الأنشطة الثقافية منها الموسيقى والنحت والرسم. وتضم المكتبة أيضا قاعة سيمينار تتسع لأكثر من 100 شخص مخصصة لمناقشات الرسائل العلمية والندوات المختلفة. لا تكتفي بدفء المناخ وسحر التاريخ على جدران المعابد، وإنما تضيف محافظة أسوان إلى رصيدها الحضري منارة ثقافية أخرى. منارة تجسدت في مكتبة مصر العامة لتتزين بها المحافظة بعد أن تم إنشاؤها في وقت قياسي لم يتجاوز العامين. واستقر اختيار المسؤولين للمكان بناء على رؤى المهتمين بإبراز الهوية البصرية التي تشتهر بها محافظة أسوان، حيث توفرت بها قاعات إطلاع خاصة بالكبار في طابقين وأخرى للأطفال على حسب الأعمار السنية. قسم التدريب ليه مجالين أساسيين، مجال اللغات والتنمية البشرية والتنمية المهنية، ومجالات الحاسب الآلي. قاعة الكبار مكونة من دورين وبتحتوي على أكثر من 8000 كتاب بيشمل كل المعارف، المعرفة العامة في كل المعارف العشرة. المسرح الروماني هيبقى فيها أنشطة كتيرة، سواء كانت فرق موسيقية أو مسرح للأطفال. أول ما ندخل في على الباب على طول بنلاقي مكتبة الأطفال. مكتبة الأطفال تتكون من دورين، الدور الأول عندنا من سن 3 سنوات إلى سن 10 سنوات به أنشطة ثقافية. الدور الثاني من مكتبة الأطفال من سن 11 سنة ل 15 سنة، وكمان عندنا قاعة مخصوصة لذوي الهمم والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة. الأنشطة الثقافية هي العنوان الرئيسي للمكتبة، وتضيء أرجاءها بتنوعها ما بين الموسيقى والرسم والنحت والتفصيل والخياطة، فضلا عن وحدة خاصة بفن الجرافيك ومعمل الحاسب الألي المخصص للتدريبات المختلفة. احنا هنا مسؤولين في وحدة الجرافيك بالأخص عن شغل الميديا اللي بيتعمل على الصفحة، سواء إعلانات خاصة بالأنشطة اللي موجودة داخل المكتبة كدورات تدريبية أو أنشطة ثقافية. عندنا 10,000 كتاب مكتبة الطفل. الدور الأرضي بيشمل الأطفال من 3 إلى 10 سنوات، والدور الأعلى من 11 إلى 15 سنة. وتخصيص مسرح مكشوف لإقامة الفعاليات المختلفة. بناء عقل الإنسان وتغذية روحه شعار ترفعه المكتبة طوال الوقت، ذلك من خلال ما يدور داخل حجرات التدريب من صقل المهارات الشخصية والارتقاء بالتنمية المهنية والبشرية وصولا إلى تعلم واكتساب اللغات. وتتسع قاعة السيمينار لأكثر من 100 شخص، وهي مخصصة لمناقشات الرسائل العلمية والندوات المختلفة. وبقدر ما ترتقي المكتبة بثقافة الفرد وتنوير مداركه، تركز بنفس الدرجة على توفير الخدمات لروادها سعيا لمناخ نفسي يبعث على الراحة والتأمل ومتعة القراءة. أنهت القافلة العلاجية أعمالها بقرية سلوى بحري التابعة لمركز كومومبو في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة. وخلال القافلة تم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة
لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين والمقطعية، وكما تشمل القافلة الطبية 8 تخصصات إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة. نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة تنموية شاملة في مركز زفتة بمحافظة الغربية، وشهدت القافلة التي تضم 16 عيادة متنوعة تقديم خدمات الرعاية الطبية ل 711 حالة وصرف الدواء بالمجان، مع تحويل 63 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية ل 50 مواطنا وتقديم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض المشتركين بالقافلة محاضرات توعوية للأهالي. تم افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة، حيث تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرا. الخطة إن احنا عندنا 3 معارض رئيسية في كل محافظة بإجمالي أكثر من 100 معرض رئيسي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إن احنا الشوادر كلها اللي تابعة للسادة المحافظين تبقى من ضمن مبادرة أهلا رمضان. السيارات المتنقلة أكثر من 300 عربية طالعة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. أيضا اتفقنا مع السادة وزارة الداخلية معارض كلنا واحد اللي هي مبادرة أمان أكثر من 3000، السلاسل التجارية 1300 سلسلة على مستوى الجمهورية فيها ركن أهلا رمضان، المجمعات الاستهلاكية حوالي 1200، الشركة القابضة للصناعات الغذائية عندها أكثر من 30 شركة مشاركة هذا العام في المعارض. المبادرة دي مش في رمضان بس، المبادرة دي بقالها ست شهور على أرض الواقع، مش النهاردة بس ولا في رمضان بس. وغير المبادرة أنا عندي بتاع 6 معارض برضو غير شبرا الخيمة، وعندي عربيات متنقلة بتنزل الكرة. السكر والرز والزيت بأسعار مش موجودة بره أصلا، الزيت أقل زيت عندنا هنا ب 55 جنيه 700 جرام، وفي 800 جرام عامل 75، و 80 جنيه اللي هو اللتر، الرز بيبقى من اول 27 جنيه. افتتحت محافظة جنوب سيناء ووزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بجنوب سيناء معرض أهلا رمضان 2024 بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، وتستمر معارض أهلا رمضان لمدة شهر كامل حتى 15 من مارس المقبل لتوفير كافة السلع الضرورية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل. معارض النهاردة الحمد لله متوفر فيها كل السلع التموينية، متوفر فيها من زيت، سكر، رز، مكرونة، متوفر فيها اللحوم الفريش البلدي، اللحوم المجمدة، الفراخ، كل حاجة الحمد لله، كل السلع التموينية موجودة عندنا يا فندم. كل المنتجات فيها تخفيضات حقيقية من 10% ل 20%، السكر موجود بيتباع ب 27 جنيه، اللحمة في فروع دلتا ماركت بتتباع ب 170 بسعر الكيلو المجمدة، في اللحوم الحية بتتباع هنا دلوقتي ب 380 من 440، عندنا فندم الرز ب 30، الزيوت عن هوامش التخفيض فيها من 10% ل 18%، كل حاجة هنا رخيصة عن بره، كل حاجة يعني أي حاجة هنا كل حاجة رخيصة النهاردة الحمد لله، اشتريت سكر وزيت وكل حاجة النهاردة رخيصة. تتواصل فعاليات معارض أهلا رمضان بمحافظة الأقصر، حيث يتم ضخ 140 طنا من السلع الأساسية يوميا في المعارض 7 المنتشرة في المحافظة. هذا وشهدت المعارض السلعية تجديدات خلال الفترة الحالية استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، حيث تم ضخ كميات مضاعفة من السلع تتراوح تخفيضاتها من 25% إلى 30%. احنا في احد المعارض الرئيسية بالمحافظة،
المعرض احنا عندنا 7 معارض رئيسية في محافظة الأقصر بخلاف حوالي 30 شادر سيتم إقامتهم خلال الأسبوع القادم، وبخلاف ان في سلاسل قوافل سيارات متنقلة بتجوب المناطق اللي هي ما بيكونش فيها معارض او منافذ تموينية. كذلك في مشروع جمعيتي، في 20 مشروع جمعيتي مشارك في معارض أهلا رمضان، والسلاسل التجارية الكبرى مشاركة في معارض أهلا رمضان. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية، وليلى عمر إليك ليلى. شكرا يوسف عبدين، شكرا صحة الناجي، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، وأوضح وزير البترول طارق الملا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا للمؤتمر تعد رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري. ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفعالا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور بالإسكندرية وكذا جهود توفير المنتجات البترولية المختلفة. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لمختلف مراحل مشروع ميدور الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 2.7 مليار دولار، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل له بحلول شهر مارس المقبل. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الترحيب بضخ أي استثمارات جديدة والعمل على تذليل أي عقبات وإزالة التحديات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وإمكانات توسعها. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المشروع الخاص بتصنيع MDF الأخشاب في المصنع الذي سيتم الافتتاح التجريبي له قريبا باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار. عقدت مساعد أول رئيس الوزراء رندا المنشاوي اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤولي وفد الاتحاد الأوروبي في مصر لاستعراض فرص التعاون الممكنة في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي. أكدت مساعد أول رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية قطعت صوتا كبيرا في مجال الهيدروجين الأخضر سواء فيما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات أو الدخول في شراكات مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال والكثير منها شركات أوروبية. أكد
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. وفي تقرير جديد من سلسلة تقارير معلوماتية التي يصدرها المركز بصورة دورية، أكد المركز أن قطاع الزراعة يعمل به نحو 18.9% من إجمالي المشتغلين، وأسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5% عام 2021-2022. واستعرض تقرير المركز جهود تفعيل ممارسات الزراعة الذكية في مصر وتطبيقاتها، حيث سعت الدولة لتطويع الثورة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية عبر العديد من النماذج والتطبيقات. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند 2.61 من الألف تريليون جنيه مقابل مستوى 2.41 من الألف تريليون جنيه عند الفتح. أما على صعيد التداولات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 69% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة. كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقاط. قال الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بلغ مستوى غير مسبوق يقدر ب 3.5 تريليون درهم، أي ما يوازي 953 مليار دولار في عام 2023. وارتفع حجم التجارة في السلع غير النفطية بنسبة 12.6% في عام 2023 عن العام السابق، بينما تجاوز حجم صادرات السلع والخدمات تريليون درهم مسجلا مستوى قياسي جديد. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف وصحر استكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى عمر. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنشيط السياحة، تم افتتاح برجي الرملة والحداد في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالمقطم، وذلك بعد الانتهاء من ترميمهما، وذلك في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للترويج للقاهرة الكبرى كمنتج ثقافي ومقصد سياحي قائم بذاته. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، يأتي افتتاح وزارة السياحة والآثار لبرجي الرملة والحداد وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالمقطم، وذلك بعد الانتهاء من ترميمهما، خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لتنفيذ خطة الدولة للترويج للقاهرة الكبرى كمنتج ثقافي، وهو ما يجعل منها مقصدا سياحيا قائما بذاته. كلنا شايفين اللاندسكيب اللي بره القلعة والتحسين اللي بيحصل والتطوير اللي بيحصل فيه، مش بس خارج القلعة كمان داخل القلعة. عندنا جامع الناصر محمد ابن قلاوون، حاليا المجلس الأعلى آثار بيقوم بعمل ترميم دقيق عشان يبقى على أعلى مستوى في افتتاحه قريبا بمشيئة الله تعالى. أعمال تطوير برجي الرملة والحداد شملت الترميم الدقيق وتنظيف الأحجار، فضلا عن استبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية وكذلك صيانة الأرضيات الحجرية. لم تقتصر أعمال التطوير على البرجين فقط، بل امتدت لتشمل منطقة البانوراما والتي تضمنت أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وعمل مدرج لإظهار العناصر المعمارية لمباني وأسوار القلعة وإعداد مسارات الزيارة وتأهيل بوابات الدخول والخروج من القلعة. هدف المشروع الأساسي هو تحسين تجربة الزائرين لقلعة صلاح الدين وزيادة عدد الساعات اللي بيقضيها السائح في القلعة، وده يندرج تحت الهدف الاستراتيجي اللي معالي الوزير ذكره بزيادة عدد الليالي السياحية لمنتج القاهرة الثقافي. يرجع تاريخ برج الرملة إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة والذي يأتي على هيئة 3/4 دائرة بعدما تمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل الجميل. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين.
مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة وتترافع أمام المحكمة الأربعاء المقبل. البيان الختامي للقمة الأفريقية يدين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ويندد بالعقاب الجماعي للمدنيين ومحاولات تهجيرهم قسرياً. الساحة الفلسطينية تعلن خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن الخدمة، والأونروا تقول إن المنظومة الإنسانية في القطاع على وشك الانهيار. بهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.